دون أن يغادر قلوب محبيه وعشاق فنه، توقف قلب الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن النبض في الساعات الأولى من يوم الخميس المصادف للخامس والعشرين من تموز الجاري، عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع لم يستمر طويلا مع المرض. الفيشاوي أبدى شجاعة في مقاومة المرض وتفاؤلا كبيرا بالانتصار عليه، مبديا عزمه على حضور الدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث استلم جائزة دورتها الماضية ومنها أعلن وضعه الصحي الجديد. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه، وهاجي الدورة الجاية 35 لمهرجان الأسكندرية علشان نقول لزميل آخر أو زميلة أخرى مبروك. بس بعد ما تعرف يعد الراحل أحد أهم نجوم السينما المصرية في الثمانينيات والتسعينيات، وشارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا، كما أن له العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. لم يبتعد الفيشاوي كثيرا عن الشارع المصري عبر إعلانه موقفه المؤيد للثورة في بلاده التي وصفها بالثورة الحقيقية، وأنه فخور بما فعله رجل الشارع المصري فيها، كما عبر في المهرجان الدولي للفيلم العربي في وهران بالجزائر عام 2016 أنه ضد نظام الحكم العسكري بالعموم.